حضينا في هذا اليوم بلقاء فخامة السيد الرئيس، وكان اللقاء حقيقة مثمر وإيجابي حول الوضع الداخلي، وخاصة حول ما تعانيه الأمة حاليا العربية من حالة تشتت وتفكك ومن حالة ضياع. فوجهنا له دعوة إن شاء الله للإشراف على مؤتمر للقوى الشعبية الذي سيجمع بين كل التيارات والحساسيات، سواء كانت سياسية أو من مفكرين ومبدعين عرب، اللي مش نجزوه إن شاء الله خلال آخر هذا الأسبوع، ويضم تقريبا 500 إلى 560 شخصية وافدين علينا من الوطن العربي ومن العالم ككل من مختلف القارات، لتدارس أوضاع الأمة وبناء استراتيجي على الأقل للمواجهة في المرحلة الحالية، لمواجهة الإرهاب ولمواجهة التطرف ولمواجهة التمدد خاصة الإقليمي في المنطقة العربية وخطورة هذا التمدد. تقريبا هذا مجمل اللقاء. إن شاء الله وعدنا السيد الرئيس بلقاءات أخرى، وربما سيكون يعني من بين اللي مش يكون يعني تحت رعايته هذا المؤتمر هذا. تقريبا هذا يعني، وطبيعي جدا تحدثنا على الإشكال الأخير اللي واقع حول نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إلى القدس، واللي هي تمس مش فقط العرب، تمس العرب والمسلمين، وربما تزيد تدخل المنطقة يعني في صراعات أخرى احنا في غنى عليها في المرحلة هذه. وأيضا الموقف اللي اصدر على تونس يعني كان موقف مشرف، احنا نأكد عليه وندعمه، والرسالة اللي بعثها السيد الرئيس إلى أبو مازن كانت أيضا واضحة ومعبرة، ونطمح على أن تكون الخطوات أكثر فاعلية على مستوى الأقطار العربية ككل. طبعا تونس أصبحت واحة للديمقراطية والتعددية، وأصبحت بفخرة اللي من خلال هالتعددية ومن خلال هالديمقراطية وهالمناخ الاجتماعي السليم في تونس والاستقرار، هو اللي خلى هالوفود هذه تجيل إلى تونس حتى تطلع أيضا على التجربة التونسية فيما يتعلق بهالمناخ الديمقراطي اللي احنا ندعموه واللي احنا نسندوه.